ماتت الأم، هي معناها انتهت الحياة بالنسبة للابن للبنت، ايش ممكن نقدم لها؟ بل بدأ البر الصادق بالموت. البر الصادق يبدأ بالموت. في حياة الأم لربما أحيانا بعضنا يجامل، بعضنا تمدح أمه ويبدأ يزيد في العطاء لأنها تمدحه وتثني عليه، والله يخلي لي ولادي، والله يطول عمره، وكلما مدحت قد يدخل في البر رياء. لكن إذا أمك عليها النصايب وشالوها الرجاجي على الأعناق وحدروها في اللحد، هناك يبدأ البر الصادق، لأن ما يزور أمه في خفاء وما حد يدري إلا البررة. البر ما ينتهي، والله لو أن البر ينتهي بالموت لتفتتت أكباد وتقرحت عيون، لكن الله جعل الباب مفتوح. وبعضنا توبته بعد موته، بعد موتتها ماتت بدأت التوبة النصوح، وبدأ يزور ويحفر قبر ويحفر بئر